الراديو 90 90، هواها مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أولادنا على راديو 90 90 على الهواء مباشرة، وبنحييكم وفريق العمل بيحييكم، المحدث سعد هلالي ومهندس الصوت الأستاذ محمد ساري والصف خلف الميكروفون من فريق العمل بيهديكوا كل التحية والسلام، وكل أسبوع وانتوا طيبين. بيسعدنا استقبال رسائلكم على الاس ام اس 199، واستقبال تليفوناتكم على 2 18 10 866. مرة تانية، الاس ام اس 199 والتليفونات. بس بعد اول فقرة بإذن الله نستقبل التليفونات على رقم 2 18 10 866. نجدد كل التحية وكل السلام وكل الأمان للمستمعين والمستمعات، وكل أسبوع وكل جمعة وانتم طيبين وفي أحسن حال. في أول كل حلقة بنقول عنوان حديثنا النهاردة إيه، وبعدين بنتوجه إلى الله بدعاء الاستفتاح. حديثنا النهاردة عن رسالة الآباء. إحنا بنتخيل الآباء، طبعا لفظ الآباء بيشمل الأب والأم، بينادوا ولادهم وبينشدوا ولادهم برسالة معينة. الرسالة دي هنعيش في ضوءها وفي عناصرها وفي طموحات الآباء والأمهات من ولادهم، وإيه هم اللي عايزينه من أولادهم. وبعدين هناخد بقى فقرات كتير في هذا الموضوع، وهنشوف رسائل كتير قوي. قبل ما نبتدي عايزين نتوجه إلى الله عز وجل بقلب خاشع وبضمير يقظ وبثقة في ربنا. أيوة، لازم نثق في ربنا، لأن احنا لما بندعي ربنا بنطلب من غني، بنطلب من قوي، بنطلب من إله حق، بنطلب من رب كريم. فتشعر كده أن الرب الكريم هيستجيب لك. أنا عند ظن عبدي بي، خلي عندك حسن ظن في ربنا ان ربنا هيستجيب لك هذا الدعاء، تقوم تعيشه وتشعر بانك ملك هذا الدعاء لان ربنا حققه لك بالفعل. الدعاء ده كان سيدنا النبي دايما يقوله في كل صلاة ينشئها بعد تكبيرة الإحرام، وقبل ان يقرأ سورة الفاتحة كان بيقول هذا الدعاء الكريم، اسمه دعاء التوجه او دعاء الاستفتاح. يلا نقوله سوا كده. وجهته وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. مرة تانية، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. مرة تانية، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مرة تانية، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. مرة تانية، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. آمنت بك، تباركت وتعاليت، لبيك وسعديك، أنا بك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك. مرة تانية، آمنت بك، تباركت وتعاليت، لبيك وسعديك، أنا بك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين.
وبعد فنجدد مرات ومرات، كل أسبوع طيبين وكل جمعة وانتم في أحسن حال. موضوعنا النهاردة عن رسالة الآباء. رسالة الآباء لمين؟ أكيد للأبناء. رسالة كل أب لابنه أو لولده. لفظ الولد زي ما قلنا في الأسبوع الماضي هو لفظ في اللغة العربية يصدق على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلفظ الولد يصلح للذكر والأنثى. كمان قلنا بأن لما نتكلم عن لفظ الولد في الحديث اللي أخرجه مسلم عن أبي هريرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح بقى يصلح لمين؟ للابن والبنت الاثنين سوا. إذن لفظ الولد عندما يطلق يراد به الابن أو البنت. احنا في رسالة الآباء هتكون للأولاد اللي هم خصوصيين للآباء، ولا مطلق الآباء لمطلق الأولاد؟ رسالتين بجد، رسالتين. رسالة الأب والأم لأولادهم اللي من نسلهم المباشر، أيوة، وكمان رسالة من كل أب مصري ومن كل أم مصرية لكل ولد مصري ولكل ابن أو بنت مصرية. يبقى عندنا كم رسالة؟ رسالتين. الرسالة الأولى رسالة الأب لابنه المباشر، أو الأم لابنها ولدها المباشر. الرسالة الثانية من كل من يوصف بأنه أب إلى كل من يوصف بأنه ابن أو بنت، ومن كل من يوصف بأنه أم أو في منزلة الأم إلى كل من يوصف بأنه ابن أو بنت. هناخد أول رسالة سيدنا النبي جمع فيها المعنيين الاثنين سوا. حديث أخرجه الطبراني عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أصلاً دي رسالة واضحة، اللي هيقدم السبت هيلاقي الحد، اللي هيقدم بر الوالدين النهاردة هيلاقي نفسه بكرة في منزلة البر من ولاده ومن منزلة ولاده، واللي العكس لا يلومن إلا نفسه. ما انت ما قدمش السبت، خلاص من خلال عدم تقديمك السبت ساهمت في تكوين جفاء، ساهمت في تكوين أسود قلب. لكن لما سيادتك بتبادر وتبر الوالدين خليت أصحابك يغيروا منك، فأنت ساهمت في سنة حسنة، ساهمت في أن عملت جو عام اسمه جو بر الوالدين. فلما أنت عملت هذا الجو العام، ولدك وأحفادك لما يتنشأوا كده ويطلعوا هيلاقوا الجو العام قايم على احترام والإحسان والبر بالوالدين، هتلاقيهم طبيعي كده من غير ما تتعب بيبروك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. المسألة دي سنة كونية. يعني إيه سنة كونية؟ يعني سبحان الله، لكل فعل رد فعل، مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. دي قانون طبيعة، سنة كونية. نيوتن لما اكتشف القاعدة دي هو ما أنشأهاش، ده هو قرأها في الواقع، ربنا عمل كده، اسمها سنة كونية. وربنا قال لنا في كتابه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني الأيام بتدور، واللي سيادتك شايفه النهاردة وظانن إن رؤيتك النهاردة باقية، لأ، ده بكرة الأمور تتغير والموازين تتغير ويحصل تقلب. هو مش في حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي قلابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى. يعني لما تعمل عمل خير، عمل الخير ده ما بيموتش. أيوة ممكن يتنسى، الناس تنساه، بس ما بيموتش عند ربنا، هو حي، اطمن هتاخد أجره. والإثم لا ينسى،
الذنب اللي انت عملته حتى ولو غفلت عنه وحاولت تتجاهله مكتوب، وهيجي اليوم اللي هيتم الحساب فيه، وهتقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. الإثم لا ينسى، والديان لا يموت، ربنا ما بيموتش، الإله ما بيموتش، الحق ما بيموتش، العدل ما بيموتش. فربنا يوم العدل ويوم الدين هيدي لكل واحد حقه. فكن كما شئت كما تدين تدان. يعني سيدنا النبي بيقول يلا يا إنسان شيل مسؤولية نفسك، البر اللي انت عملته والخير اللي انت عملته لا يبلى لا يهلك، اطمن محفوظ ومكتوب وهتاخد أجره، حتى ولو كان الناس ما ادولكش أجره هتاخد أجره يوم القيامة. والإثم لا ينسى، الذنب ما بيتنساش مكتوب، اطمن يا ابن آدم، حتى ولو كان الناس نسيت الإثم والذنب ده ربنا ما بينساش. والديان لا يموت، ربنا ما بيموتش، وهيقوم بواجبه اللي أوجبه على نفسه. ربنا أوجب على نفسه شيء، طبعا ربنا أوجب على نفسه العدل، ربنا أوجب على نفسه أنه يقتص لكل إنسان ويديه حقه. ليك إيه وعليك إيه؟ وإلا ما يبقاش كون بقى، ما يبقاش كون ومنضبط وله إله. لا، إحنا مؤمنين بأن ده كون ومنضبط وله إله، وإله حق وعدل، وصحيح بيمهل بس لا يهمل. أيوة ربنا حليم، بس ربنا ما بيتركش الإنسان والمظلوم من غير ما يديله حقه. والديان لا يموت، فكن كما شئت كما تدين تدان. أظن دي رسالة خطيرة قوي بيقدمها جيل الآباء لجيل الأبناء والبنات، وكل أب وأم لولادهم، برونا لأن ولادكم لو أنتوا برتونا هيشوفوكوا بتعملوا إيه وهيبروكم، وكمان لو أنتوا عملتوا معنا الخير ربنا هيديكوا الأجر، ولو أنتوا عملتوا معنا الشر ربنا هيجدنا حقنا منكم. والديان لا يموت، فخلي بالك من نفسك يا ابني يا بنتي، التصرف اللي بتعملوه هيعود عليكم. دي رسالة أو أول رسالة من الآباء للأبناء. وبعدين بيقولنا كمان لو حضركوا يا أولاد ظنين إن إحنا طالبين منكم طلب، والله إحنا بيسري علينا قول الله عز وجل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والله يا أولادنا ما إحنا محتاجين منكم حاجة إلا إن أنتوا تودونا وتقروا عنينا برؤياكم وأنتوا في أحسن حال. مش عايزين نسمع إلا كل خير عليكم، مش عايزين نعرف إلا كل طمأنينة عنكم، وعايزين لما نبصلكوا نشعر بقرة العين. فما فيش داعي للجفا، ما فيش داعي للبعد، ما فيش داعي توجعوا قلبنا بغيابكم علينا. انتوا بتظنوا ان انتوا مشغولين بولادكم ومشغولين بمستقبلكم، حقكم، بس احنا برضو قلبنا بيتوجع لان انتوا كنتوا نايمين في حضننا واحنا بنربيكم في عمر يوم، عمر اسبوع، عمر شهر، عمر سنة، عمر اتنين، فرحانين لما دخلتوا المدرسة، فرحانين لما اتخرجتوا من الجامعة، فرحانين لما اتجوزتم. محدش كان فرحان اكتر مننا. يبقى لما تعيشوا حياتكم الاستقلالية تسيبونا تجفونا، ولا علشان ممكن نقول احنا كلمة جامدة تقوم تهجرونا؟ مفيش تحمل، مش لازم تتحملونا، علشان احنا كل اللي محتاجينه نطمن عليكم بس، مش عايزين منكم اجر ولا عايزين منكم شكر، ده احنا عايزين نطمن ان انتوا بقيتوا حلوين وعايشين حياة كريمة. لو عشتوا حياة كريمة دي سعادتنا، لما او بتغيبوا علينا بنشك ان انتوا تعبانين، فاحنا عايزين نطمن ان انتم مبسوطين. وطمأنينتنا دي ما بتجيش بالسماع بس، نسمع التليفون متشكرين،
بس برضو لازم نشوفكم، لان لما بنشوفكم بنتعلم كتير، بنعرف ونقرا على وشوشكم انتوا سعداء صحيح ولا انتوا تعبانين، بنقرا على وشوشكم انتوا مبسوطين ولا انتوا غبانين. فاحنا لما بنشوفكم كده بنقرا كتير، فخلونا نشوفكم ونلتحم معاكم. لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة. مين الاقرب ليكم يا ولادنا؟ بابا وماما. طيب ومين كمان لو بابا وماما افتقدتوهم؟ ولاد بابا وماما اللي هما مين؟ اخواتكم. واخوات بابا وماما اللي هما مين؟ اعمامكم واخوالكم. واصحاب بابا وماما اللي هما معارفكم وجيرانكم. اذن كل اللي احنا عايزينه زي ما سيدنا النبي قال في حديث رواه مسلم، ان من ابر البر ان يبر الرجل اهل ود ابيه. بس انتوا لاحظتوا حاجة، ان الحديث بيقول ان من ابر البر، يعني في بر الوالدين. امال ربنا بيقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ايه الفرق بين البر وبين الاحسان؟ يا رب اهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها الا انت، اللهم امين. وبعد فقد عدنا لحضراتكم من جديد مع برنامجكم أولادنا، وقلنا قبل الفاصل موضوعنا النهاردة عن رسالة الآباء، وعرفنا المقصود بالآباء الأب والأم، مش الأب بس، لأن ربنا جمع بينهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكمان ربنا وصنا بيهم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، و أمر ربنا بالإحسان للوالدين سوا سوا جاي كمان في قوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فاحنا قبل الفصل قلنا إيه الفرق ما بين الإحسان للوالدين وبين البر للوالدين، وهل إحنا أمرنا ببر الوالدين ولا أمرنا بالإحسان للوالدين؟ طبعا احنا في كتاب الله امرنا بالاحسان للوالدين، واما البر للوالدين فده امر مسنون ورد الترغيب فيه، لان ما حدش يقدر عليه، هو حد يظن انه يقدر يبر بوالديه او احدهما. لا، البر بالوالدين مجهود خطير وكبير محدش يقدر عليه 24 ساعة. انت يوم ما تقدر على البر بالوالدين موقف موقفين لحظة لحظتين، لكن على طول يستحيل. ويستحيل ليه؟ يبقى لازم نعرف ايه هو الاحسان وايه هو البر بالوالدين. الاحسان فعل كل ما هو حسن. يعني ايه فعل كل ما هو حسن؟ اللي الناس تقول عليه التصرف بتاعك ده حسن، يبقى هو ده الاحسان. وتترك كل ما هو قبيح، اللي المجتمع بتاعك يعد ان التصرف ده قبيح وغير سليم، يبقى هو ده قبيح. فانت تبتعد عن ما هو قبيح في التعامل مع الوالدين، وتتعامل معهما بكل ما هو حسن. أمال البر هو إيه؟ لا، ده البر ده درجة أولى ممتازة، ده بقى محتاج رفاهية الإحسان. قبل ما والدتك تطلب الطلب أنت شفت عينيها تقوم بسرعة تحقق الطلب قبل ما هي تنطق. وللي بالله عليكم مين يقدر فينا ينفذ ده 24 ساعة أو في كل تعامله مع والدته أو مع والده؟ لا، أنت تقدر تعمل جاي صحيح مرة كده، موقفنا موقف. كمان لو كان سيادتك اتفهمت مع الأسرة في العيلة إنك هتجتمع في العيلة كده في كل أسبوع مع البابا وماما الكبار والإخوة والأخوات والعيلة بتتجمع، وفي اتفاق على كده، انت بتلتزم
التزامك ده بقى إحسان. لكن تقوم تقول إيه بقى؟ تقول أنا الإحسان حسب الاتفاق أروح لهم كل أسبوع. طب ما نخطف رجلي كده في وسط الأسبوع وروح أفاجئهم وأقعد معهم شوية وأمشي، وأكلم معاهم وأطمن عليهم هم يطمنوا عليا وأمشي. آه دي زيادة، الزيادة بر. إذن لو أنت عرفت الفرق ما بين صيام رمضان وصيام عاشورة وصيام يوم عرفة وصيام الاثنين والخميس، تعرف الفرق ما بين الإحسان وبين البر بالوالدين. صيام رمضان فريضة، وصيام الاثنين والخميس وعاشورة وعرفة سنة نافلة، نفس الأمر. الإحسان للوالدين فريضة، والبر بالوالدين نافلة أو سنة. أنت مطلوب منك وجوبي الإحسان للوالدين. الوجوب ده ديني، هبين يعني إيه وجوب ديني ويعني إيه وجوب تاني تعاقدي، تعاقدي بالاتفاق. لكن ده وجوب ديني وأخلاقي، هنعرف الفرق ما بين الواجب ده والواجب ده. بس الآن بقول إن الإحسان للوالدين واجب ديني. طب والبر بالوالدين نافلة وسنة في الدين. اللي هيعمل البر زي اللي بيصوم اثنين وخميس، زي اللي بيصلي سنة الظهر القبلية سنة الظهر البعدية اسمها سنة الرواتب، ولا اللي بيصلي الليل، ولا اللي بيصلي الوتر، ولا اللي بيصلي الضحى، ده زيادة بياخد أجره. لكن لو أدى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء دي اسمها فرائض، بيأدي الفرائض هياخد أجرها صحيح، بس دي واجبات دينية. بخلاف السنن الإضافية اسمها نافلة. نفس الأمر الإحسان للوالدين ده واجب، واجب ديني. وكمان البر بقى بالوالدين ده زيادة. عشان كده تلاحظوا الحديث اللي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ بيقول أنا سألت عبد الله بن مسعود بيقول إن هو سأل سيدنا النبي وقال له يا رسول الله قل لي أي الأعمال أفضل عند الله. هنا بقى بيسأل على الزيادة والنافلة ولا بيسأل على واجبات؟ على الزيادة والنافلة. ما قالوش زي الأعرابي في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين يا رسول الله أخبرني كم فرض ربك علينا، قال له أن تصلي الخمس دي الواجبات. لكن هنا عبد الله بن مسعود ما بيسألش عن الواجبات، بيسأل عن الأعمال الفاضلة اللي هي ياخد فيها ثواب كبير قوي. فقال له يا رسول الله قل لي أي الأعمال أحب لله؟ قال الصلاة على وقتها. ما قالوش الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها واجب. أيوة، إنك تصلي الظهر في وقته قبل ما العصر يدن، تصلي العصر في وقته قبل المغرب ما يدن، تصلي المغرب في وقته قبل العشاء ما تدن، تصلي العشاء في وقتها قبل الفجر ما يدن، تصلي الفجر في وقته قبل ما الشمس تطلع، ده اسمه أداء الصلاة في وقتها. لكن أداء الصلاة على وقتها بمجرد ما الظهر يدن تروح مصلي، مجرد ما العصر يدن تصلي، مجرد ما المغرب يدن تصلي، دي فضيلة. فقال له الصلاة على وقتها. قال له يا رسول الله ثم أي؟ إيه هو إيه هو العمل الفاضل اللي أخد بيه ثواب كبير غير إن أنا أصلي الصلاة على وقتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثم بر الوالدين. ما قالوش الإحسان للوالدين. ليه؟ لأن الإحسان للوالدين واجب، ده لا يسعك إنك تتركه. لو أنت متدين بجد، لو أنت مؤمن بالدين بجد، يبقى لا ملكش حل غير إنك تحسن الوالدين، دي واجب من الواجبات. لكن تبر بالوالدين، إنك تخلي الإحسان للوالدين فيها رفاهية كده، فيها زيادة، ده اسمه بر بالوالدين. قال له ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. طبعا إخواننا البعدة بيفسروا الجهاد في سبيل الله بالقتال. طب ما هو كان ربنا ممكن يقول ثم، أو سيدنا النبي يقول ثم القتال؟ لا، ما قالش ثم القتال. ما هو ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أو ما فسر الجهاد بالقتال يرضيكم؟ هو الرسول ما كانش قادر يقول ثم القتال؟ لا، الرسول كان يقدر.
طب لما قال الجهاد في سبيل الله معناها ايه؟ معناها ان معنى اعظم من ان يكون قتال. ايه هو المعنى الاعظم من ان يكون قتال؟ شوفوا ربنا بيقول ايه؟ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني ايه جاهدوا في سبيل حق جهاده؟ اقول لكم، الانسان في تصرفاته، بيعه، شراؤه، مذاكرته، عمله، شغله، لعبه، حتى لو كان في فريق عمل، في فريق لعب بيلعب، واحد من اتنين، اما انه بيلعب بعناية الرجل المعتاد، واما انه بيلعب بعناية اللاعب الحريص الموظف. ممكن يؤدي عمله بعناية الرجل المعتاد، وممكن يؤدي عمله بعناية الرجل الحريص اللي بيصلي. ممكن واحد بيصلي بصلاة الرجل المعتاد، وممكن واحد تاني بيصلي بصلاة الرجل الحريص. في يعني تعامله مع أولاده، ممكن يتعامل مع أولاده تعامل الأب المعتاد، وممكن يتعامل مع أولاده تعامل الأب الحريص. إيه الفرق بين الأب الحريص وبين الأب المعتاد؟ إيه الفرق بين الموظف الحريص وبين الموظف المعتاد؟ إيه الفرق بين المواطن الحريص وبين المواطن المعتاد؟ المعتاد بيقول أنا زي أي الناس، بشتغل زي أي حد مواطن، أنا موظف زي أي موظف. أما الحريص بيقول أنا بحط عيني في راسي، أنا شايل المسؤولية من أول دقيقة لآخر دقيقة، أنا صاحب رسالة، فأنا مش معتاد، أنا اللي كلفت نفسي أبقى حريص قوي. عرفتم؟ وربنا كلفنا بعناية الرجل المعتاد بالمناسبة، يعني عشان نعرف إن الدنيا سهلة وإن الدين سهل وبسيط. لكن مع ذلك اللي هيبذل مجهود عناية الرجل الحريص يبقى أتى بزيادة. الزيادة دي بقى اسمها نافلة، اسمها سنة، هياخد أجر إضافي. أما اللي هيأتي بالعمل بعناية الرجل المعتاد هياخد أجره الطبيعي. يعني أنت موظف حلال عليك مرتبك لو أنت اشتغلت بعناية الموظف المعتاد. أنت أب لكل الاحترام والتوقير إذا كنت أب بعناية الرجل المعتاد. لكن أنت أب بقى تبقى أحد أولياء الله الصالحين لو انت بقيت اب بعناية الاب الحريص، وتبقي ام من درجة ولاية الله عز وجل لو انت بقيت ام بعناية الام الحريصة مش المعتادة. وبرضو انت لاعب في فريق كرة امام فريق اخر بعناية اللاعب المعتاد، هتاخد اجرك وتشكر كأنك احد اللاعبين. لكن لو انت احد فريق اللعب الحريص اكتر من غيرك وبتبذل جهد اكثر من المعتاد، لا ده انت تستاهل يتم اختيارك افضل لاعب ويتم تكريمك. عرفنا الفرق بقى ما بين الجهاد والقتال؟ ايوه، القتال فرد وواحدة من مفردات الجهاد. انت اب بتجاهد، ممكن تجاهد، ايوه. انت موظف ممكن تجاهد، انت جار ممكن تجاهد، انت مواطن ممكن تجاهد كمواطن، مش الجهاد بقى قتال. انت بتقاتل جندي، ممكن تبقى ممكن تجاهد. الجندي اللي بيؤدي رسالته او واجبه القتالي بعناية الرجل المعتاد جندي عادي. لكن لو كان جندي بيؤدي مهمته القتالية بعناية الجند الحريص، ده بيجاهد. شفتوا الجهاد فين بقى؟ مش في القتال. مال الجهاد فين؟ في بذل عناية الرجل الحريص، بذل عناية أعلى من عناية الإنسان المعتاد. فلما سيدنا النبي يقول ثم الجهاد في سبيل الله، يعني ثم الإنسان الذي يبذل عناية الإنسان الحريص وليس عناية الإنسان المعتاد. عشان كده دخلوا سيدنا النبي ضمن أفضل الأعمال. يبقى أفضل الأعمال هي إيه؟ الصلاة على وقتها،
انك تصلي الفرض في اول وقته لو ده فضيلة، عمل فضيلة مش عمل واجب. الواجب انك تصلي في الوقت. اتنين، بر الوالدين دي فضيلة، الواجب انك تحسن للوالدين، لكن انك تبر الوالدين لا، ده عمل عالي من الفضائل. التالتة، الجهاد في سبيل الله، يعني بذل عناية الإنسان الحريص في أداء أعماله. أنت بتأدي عملك بعناية الرجل المعتاد، ما أنتش مجاهد، أنت بتأدي عملك بعناية الرجل الحريص، أنت كده مجاهد. إذا من هو المجاهد؟ اللي جاهد نفسه وركز وبذل جهد كبير في التركيز، مش عاطل نفسه فترة ياخد فيها كده راحته، بيقود سيارته وعينه في راسه، لا بينشغل لابو موبايل ولا بينشغل بالكلام اللي معاه جنبه ولا داخل في سرحان، مركز عشان يحافظ على قيادة سيارته ويسير وفق القواعد ويتفادى خطأ الغير. ده بقى مجاهد، مجاهد في القيادة. كمان طالب بيذاكر، ما بيذاكرش عادي، لا ده بيذاكر ويركز ويقعد يحفظ ويلخص ويراجع تاني، وهو نايم يقعد يحلم في اللي ذاكره أثناء النهار، لا ده مش طالب عادي، ده طالب مجاهد في سبيل الله. لكن لو انه بياخد الدرس ويذاكره مرة وينام وانا خلاص اديت اللي عليا، ماشي، طالب وادى اللي عليه، معتاد، ما هوش مجاهد في سبيل الله. نفس الأمر الجندي اللي في القتال، ما بيبذلش الجهد الحريص، بيبذل الجهد المعتاد، جندي عادي، ليس مجاهدا، أهو بيقاتل أهو وليس مجاهد، ليس مجاهد. نفسي تقولوا الكلام ده للي بيفسر إن الجهاد هو القتال، قولوا ده ممكن ناس في القتال المشروع ما تبقاش مجاهدة لو بذلوا جهد الرجل المعتاد، وإنما يكون امتى مجاهدين؟ لو بذل جهد الرجل الحريص. ونكمل بعد الفاصل. يا رب اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم أمين. وبعد، فقد عدنا لحضراتكم من جديد مع برنامجكم أولادنا، وقلنا قبل الفاصل موضوعنا النهاردة عن رسالة الآباء، وعرفنا ان المقصود بالاباء كل اب وكل ام، مش الاباء الرجال دون الامهات. عشان كده الفقهاء اختلفوا مين الاولى بالرعاية عند التعارض. اظن ده اصعب سؤال. يعني ايه؟ اقول لكم السؤال يعني ايه؟ السؤال يعني بابا امر وماما نهت عن نفس الشيء اللي بابا أمر بيه لك أيها الابن أو ليكي أيتها البنت، تنحاز لمين؟ لو قدرت توفقي بين بابا وماما قمة النجاح، بس عند اللزوم والتعارض اللي ملوش حل هتنحاز أيها الابن أو أيتها البنت، هتنحاز لمين؟ هنا في اختلاف ما بين بابا وماما. الفقهاء بشر ولا الفقهاء ملائكيين؟ بشر، هم أطاعوا ربنا في الاجتهاد، أي في إبداء وجهة نظرهم، وهم أهل صدق. أهل صدق ليه؟ لأن هم نسبوا اجتهادهم لأنفسهم ولم ينسبوا اجتهادهم للدين ولا للإسلام. أنا بقولك جملة دي عشان سيادتك تفهم من خلالها إن أي خطاب ديني تسمعه ويقولك الشرع يرى وهو يحط لك وجهة نظره، تعرف إنه بيكذب على الشرع لأنه مش واخد تفويض من الشرع. أو يقولك الدين يرى ويقولك وجهة نظره أو قناعته أو اجتهاد فقيه، تعرف إنه بيكذب على الدين. لكن لو إنه صادق صحيح، لو انه صاحب خطاب ديني صادق صحيح، كان يقول لك اجتهادي يقول كذا او اجتهاد الفقيه الفلاني يقول كذا. انا بقى هقول لكم الفقهاء اللي هم فقهاء بجد، اللي بيخشوا ربنا بجد
وناسبوا اجتهادهم لأنفسهم، لم ينسبوا اجتهادهم للدين ولا للشرع. قالوا إيه؟ لو اختلف الأب والأم في أمرهم أو نهيهم لأحد أبنائهم يعملوا إيه؟ تلات مذاهب، كل مذهب نسب القول لنفسه. أي والله نسب القول لنفسه، لم يقل الدين يرى، وإنما قال نحن نرى اجتهادنا الشخصي، إن كان صواب فمن الله، إن كان خطأ فمن الشيطان. كم مذهب أذكره عند تعارض الأب والأم؟ أنا هذكر صورة المثال وبعدين عندنا تلفون إن شاء الله نسمع له. بس صورة المثال هو إيه؟ رجل قال للإمام مالك: يا إمام، أبي في السودان وكتب إلي أن أقدم عليه، وأمي منعتني، قالت لي اقعد جنبي أنا محتاجاك. أبوه قاعد في السودان وبعت له خطاب يقول له: تعال يا ابني، أنا دبرت لك وظيفة ولا دبرت لك مستقبل حياتك، تعال يا ابني أنا محتاجك عشان تشوف ما ينفعك، أنا منتظرك، أنا بستغيث بيك، وتعال أنا محتاج لك. أمه قالت له: لا يا ابني اوعى تسافر، أنا محتاجك. أقول لكم بقى ماذا قال يا مالك؟ انتظروا شوفوا الإمام مالك قال إيه في المشكلة العويصة دي. يا رب اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم أمين. وبعد، فقد عدنا لحضراتكم من جديد مع برنامجكم أولادنا، وقلنا قبل الفاصل موضوعنا النهاردة عن رسالة الآباء، وعرفنا أن المقصود بالآباء الآباء والأمهات. وبعدين أثرت مشكلة، المشكلة دي عبارة عن إيه؟ اختلاف الأب عن الأم في القرار لأحد الأبناء. الأب أمر والأم نهت نفس الابن. لو عرف الابن ده أو البنت توفق بين الأمر والنهي، ده يبقى منحة من الله عز وجل. لكن المشكلة إن الأب أمر بشيء والأم نهت عن نفس الشيء لنفس الابن أو نفس البنت، والابن أو البنت عجز عن إنه يوفق بين الأمر وبين النهي، يعمل إيه؟ أنا قلت لحضراتكم ثلاث مذاهب. يعني ثلاث مذاهب، ثلاث آراء. الآراء دي تنسب لأصحابها ولا تنسب للدين؟ أكرر للمرة الألف، تنسب لأصحابها. الفقه الحنفي نسب القول لنفسه، لم ينسب القول للدين. الفقه المالكي كذلك، والفقه الشافعي كذلك، والفقه الحنبلي كذلك، وكل فقيه محترم كذلك. أما صاحب الخطاب الديني اللي بينسب اجتهاده للشرع أو للدين، ده بيضحك علينا كأن ربنا ولا الدين فوضه يتكلم نيابة عنه. ده بيكذب على ربنا. وسيدنا النبي بيقول لأحد قياداته كما ورد في صحيح مسلم من حديث بريدة: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك أي أنت، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وكمان ربنا بيقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يا مولانا، الاجتهاد اللي انت بتقوله انسبه لصاحبه. يا مولانا، لو انت صاحب الاجتهاد ده قول انا صاحب هذا الاجتهاد، ما تقولش الدين صاحب هذا الاجتهاد. الدين له نص مش له اجتهاد، الاجتهاد ده صفة بشرية. فلما تجتهد ولا تشوف وجهة نظر انسبها لقائلها الاول، لكن تنسبها للدين ولا تنسبها للشرع؟ قلنا الكلام ده مرارا في كل الفضائيات وفي الاذاعات، وبرضو أوصياء الدين ودن من طين ودن من عجين. عارفين ليه؟ أنا سألت واحد من هؤلاء لما كان ماسك منصب مهم، بقول له: ليه ما بنتقش ربنا ونقول للناس إن ده آراء فقهية مش رأي الشرع ولا رأي الدين؟ قال لي: لو إحنا قلنا كده للناس وصدقناهم الحقيقة هينفضوا من حولنا، هيعتبروا ده آراءنا ويناقشونا فيها، فلما نقول لهم ده رأي الدين ورأي الشرع نخرسهم، يقوموا كده يحترموا الشرع ويحترموا الدين وما يناقشناش.
شفتوا التفكير قائم على ايه؟ قائم على ان احنا نظلم الناس، لا اله الا الله، ونكذب على ربنا عشان قال ايه كلمتنا تبقى مسموعه. لا حول ولا قوه الا بالله. تعالوا بقى شوفوا المشكله اللي عرضت على الامام مالك لما راجل راح قال له: يا امام، ايه رايك؟ ابويا في السودان وكتب الي ان اقبل عليه، وامي نهتني ومنعتني. هنا بقى ثلاث اراء فقهيه. الراي الاول قال به مالك والمذهب الظاهري. الراي ده ينسب للمالكيه والظاهريه ولا ينسب للدين؟ ينسب للمالكيه والظاهريه. لان مالك قال له ايه؟ قال له: اطع اباك ولا تعصي امك. يعني ايه؟ قال له هما الاثنين في درجه سواء عند الله عز وجل، ربنا جمع بينهم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ربنا جمع بينهم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ربنا جمع بينهم. فلما ربنا جمع بينهم بكلمه، اذا مرتبه الاب تساوي مرتبه الام، مرتبه الام تساوي مرتبه الاب. اذا ما تقدرش انك تنحاز لاحدهما لحساب الاخر. هذا الراي الاول. الراي الاول ده راي الدين؟ لا والله. اما الراي مين؟ راي المالكيه والظاهريه. الراي الثاني قال به الحنفيه والشافعيه، قالوا تنحاز للام عند الاعتراض ومش قادر توفق بين الامر وبين النهي، انحاز لمصلحه الام. ليه؟ قال: هي الطرف الضعيف، والطرف الضعيف نقف جنبه، انكم لا تنصرون ولا ترزقون الا بضعفائكم. هتقولي ضعيف ازاي ده ام؟ ايوه الطرف الضعيف، ومش عايزين نفسر اكتر من كده، وكلنا عارفين ان طرف الام اضعف من طرف الاب مهما كان. طيب لما هي طرف الضعيف تنحاز ليها ولا لا؟ تقوم تقف جنب الضعيف ولا لا؟ اتنين، ان ربنا ذكرها على سبيل الخصوص، لما ربنا بيقول: ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، ما قالش ابوه عمل ايه، ذكر الام بس، حملته كرها ووضعته كرها. شفتوا لما ربنا يذكر بعد لما جمع الابوين ووصينا الانسان بوالديه احسانا، ما قالش الام عملت ايه والاب عمل ايه، قال بس الام حملته امه كرها ووضعته كرها. وايه سوره لقمان: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. يعني انت عندك هنا في ذكر الام على سبيل الخصوص. لما ذكرت الام على سبيل الخصوص يبقى كان ربنا بيقول لنا عند التعارض انحازوا للام. ده عند التعارض، مش تنحاز للام في حال ان كانت توفق بين الامر والنهي. كمان حديث اخرجه البخاري ومسلم عن ابي هريره ان رجلا قال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ثم ابوك. فقالوا: سيدنا النبي ذكر الام ثلاث مرات، يبقى ننحاز للام ولا لا؟ بس مع ذلك الراي ده ينسب للدين ولا ينسب للحنفيه والشافعيه؟ ينسب للحنفيه والشافعيه، لا ينسب للدين. اصل انت لو نسبته للدين هتفاجئ بان في قول اخر مخالف له، يبقى الدين مخالفه دين. لا اله الا الله، الدين بيتعارض، الدين لا يتعارض مع بعضه، اللي بيتعارض مع بعضه اقوال الفقهاء والسياده للمتلقي. ايوه السياده للمتلقي، لازم المشايخ تعرف كده، ان السياده في الاختيار للشعب. ايوه السياده للشعب، والنبي قال كده في حديث احمد، أخرجه أحمد عن وابصة بن معبد. وابصة ابن معبد، وعلى فكرة وابصة بن معبد هم زعلانين منه، وكان نفسهم ما يبقى الصحابي، استغفر الله. بس ده اتضح كمان إن في اتنين تلاتة آخرين من الصحابة النبي قال لهم نفس الكلمة، أبو ثعلبة الخشني في حديث أحمد أيضا، والنواس بن سمعان في صحيح مسلم، النبي قال نفس الكلام: استفت نفسك، استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، البر ما اطمأنت إليه النفس واستراح إليه القلب.
مش البر ما اطمأن عليه الشيخ، والإثم ما حكى في صدر الشيخ، صدر الشيخ لنفسه وصدرك انت لنفسك، وانت هتقابل ربنا بقلبك مش بقلب الشيخ. تقول لي الشيخ اعلم مني، الشيوخ اختلفت، لما الشيوخ اختلفت يبقى لازم سيادتك يبقى لك دور، دور انك تنقي من بين اقوال الشيوخ. هذا انا جبت لك الامام مالك شيخ المشايخ في الملكية، قال لك هما الاثنين سواء، اطع اباك ولا تعصي امك. وجبت لك شيخ الحنفية وشيخ الشافعية، الامام ابو حنيفة والامام الشافعي، قال لك انحاز لمرتبة الام. الرأي الثالث بقى ذهب اليه الحنابلة في المشهور وبعض الفقهاء في المذاهب الاخرى، قالوا ايه؟ انحاز للاب عند التعارض، لا تنحاز للام، تنحاز للاب. ليه؟ قالوا اصل الاب هو المسؤول بالانفاق، وعلى المولى له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لما الاب كان مسؤول بالانفاق، اللي يغرم فلوس هو اللي نسمع كلامه. ده منطق فقهي ولا منطق ديني؟ منطق فقهي. ارجوكوا ايها المستمعين والمستمعات اللي تسمعوه، اوعوا ظنوا ان الدين بيقول، الدين ما قالش، ولكن الفقه اللي هو فهم البشر هو اللي بيعمل تحليلات اسمها اجتهادات، فالتحليل ده ينسب لصاحبه مش ينسب للدين، والاجتهاد ينسب لصاحبه مش ينسب للدين. ولما تلاقوا الآراء مختلفة ده بيشجعكم ان انتوا كمان تجتهدوا وتنحازوا لرأي على حساب رأي بحسب المصلحة. ما تبقوش عبيد المشايخ، ما تبقوش عبيد الخطاب الديني، تبقوا عبيد ربنا. عبيد ربنا يعني ايه؟ تسمع كل ما ورد في الخطاب الديني، دين مسيحي، دين يهودي، دين اسلامي خاتم، نقيت التنقية هنا والاختيار هنا ليك ولا للمتحدث؟ ليك والله. سمعت في داخل الدين الاسلامي الخاتم ثلاث آراء فقهية، لو الام اختلفت مع الاب لابنهم ولا لبنتهم، الام تقول لابنها اوعي تخرجي، الاب يقول تخرجي معايا دلوقتي هعمل لك مصلحه، ها بقت مشكله. تعمل ايه البنت؟ ترضي الاب ولا ترضي الام، ولا تقف على باب الشقه وتقول انا لا خرجت ولا دخلت وانا هرضي الاثنين؟ لازم ندي بقى مساحه للابن او للبنت تجتهد وتفكر، وان انا عندك ثلاث اراء، شوفي انت بقى شخصيتك فين. هتفاجئوا بان الشعب اتنور لما تم تخييره بين الرأي والرأي الآخر، الشعب اتنور وشغل دماغه. أوصياء الدين مش عايزين الشعب يشغل دماغه، أوصياء الدين عاوزين الشعب يقولوا له نام ما تفهمش واحنا هنفهم لك، غمض ما تشوفش واحنا هنشوف لك، ما تقراش واحنا هنقرا لك. لا لا لا، يبقى الشعب أصبح على، هم عايزين كده. طول ما الشعب أمي لا يقرأ ولا يفهم، هم بقى لهم سلطة. بقى سيدنا النبي أول شيء ينزل عليه اقرأ، وإحنا النهاردة نفتخر بأن عندنا نسبة أمية عالية؟ نفتخر ولا نخزى؟ ده اللي يخزى أكتر أصحاب الخطاب الديني، اللي عليهم يخزم إن إزاي لكم وجود في المجتمع يا مشايخ والنسبة الأمية، مش عايز اقول نسبة كام، رسمية شيء والفعلية شيء تاني. الرسمية 45%، بس الرسمية بس الواقع وارض الطبيعة اخطر من كده بكتير. ايه يا مشايخنا تسيبوا كده نسبة الامية 45% رسمي، صفة رسمية، وتقولوا الشعب امي وخلينا نفتيله برأي واحد؟ اذا انتوا بقى مصلحتكم ان الشعب يظل امي، يبقى الشعب لازم نفوقه ونقول له شوف اعدائك مين اللي عايزك تبقى امي. يا شعب لازم تبقى متعلم، يبقى عندك وعي، تعرف الحاجة جاية منين، اعرف الصح جاي منين. احنا هنكمل بعد الفاصل. يا رب اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم آمين. وبعد فقد عدنا حضراتكم من جديد مع برنامجكم أولادنا، وقلنا موضوعنا النهاردة عن رسالة الآباء، رسالتهم لمين؟ لجيل الأبناء. انتوا عارفين الرسالة الجماعية ايه؟
هفكركم بكلمة قالها سيدنا أبو بكر الصديق لبنته ستين عائشة، بيقول لها: لا أدع أحدا بعدي أحب إلي منك ولا أعز علي منك. طب تعالوا شوفوا كمان كلمة عبد الله ابن عمرو ابن حرام، ده صحابي، ابنه أشهر منه في شهرة المعرفة، ابنه اسمه جابر، جابر بن عبد الله. عبد الله ده اللي هو والد جابر اسمه عبد الله ابن عمرو ابن حرام، كان كبير في السن وأصر أنه يدخل في أحد، معركة أحد، وقال لابنه اللي هو جابر بن عبد الله: أنا خلفت 10 بنات وأنا بوصيك عليهم، وأن أنا شايف نفسي المعركة ديت هي هموت فيها. هو شايف كده، ده بيوصي ابنه، فبيقول له: لا أدع أحدا بعدي أعز علي منك، وإن علي دين فقده، واستوصي بأخواتك خيرا. على فكرة دي وصية كل أب، والله دي وصية كل أب، كل أب بيقول لابنه، وكل أم بتقول لابنها وبنتها: ما فيش حد في الدنيا أغلى علي ولا أحب علي منك يا ابني ويا بنتي. فأنا كأم وأنا كأب مش عايزكم تقعوا في اللي احنا وقعنا فيه من التعب، عايزينكم ترتاحوا. بس الآباء الحقيقيين والأمهات الحقيقيين اللي وعوا الحقيقة بيقولوا لجيل الأبناء: ما تضيعوش عمركم في فتن دينية. كل اللي بيقول لكم الإسلام عليه مؤامرة بيكذب عليكم، ده هو عايز يجمع كده ويحشد عشان يعمل عصبية طائفية. يقول لكم المعركة معركة الإسلام بيكذب عليكم، الإسلام ملوش معركة، ده الإسلام دين سلام. وبعدين الإسلام في القلوب، الإسلام اللي في القلوب دي مصانة بصدرك، محفوظ الإسلام ومحفوظ دينك أيا كان دينك، دينك جوه قلبك، دينك جوه صدرك. مين يقدر يفتح صدرك ويقرأ اللي قلبك بيقول إيه؟ أنت الوحيد بعد الله عز وجل. إذن كل إنسان عارف إن دينه مصان، يبقى الخطاب الديني اللي يقول لكم إن الحرب دينية، ده بيحشد للطائفية، ده بيحشد لحرب أهلية. الدين جوه قلبي، مين يقدر يهدمه؟ ما فيش مخلوق يقدر يهدمه، ده جوايا. مين يهدمه؟ مين يأذيه؟ جوايا، أنا اللي بصونه وأنا اللي بقدسه وأنا اللي بمارسه. وبعدين لما لقي اضطهاد، ناس مش عايزين نصلي هنا، هروح أصلي في كام تاني؟ لو لقيت الدنيا كلها منعوني من الصلاة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ياه، أقدر أعيش بديني في كل عصر، وأقدر أعيش بديني في كل ظرف. مين يقول لي الدين مضطهد؟ يوم ما يضطهد أنا اللي بضطهده بقى، أنا اللي أعرف الصدق فين وبكذب، يبقى أنا اضطهدته. أنا اللي أعرف العدل فين وبظلم، أنا اللي اضطهدته. أنا اللي بعرف إن الصلوات الخمسة واجبة ومهمل فيها، يبقى أنا اللي اضطهدته. أنا اللي بعرف إن في صيام رمضان وبصومش بدون عذر، يبقى أنا اللي اضطهدته. إذن اللي بيضطهد فردي، واللي بيحمي فردي. مفيش حد بيحمي دين حد، مفيش حد بيتدين باسم آخر، كل واحد بيتدين باسم نفسه وبيمارس الدين باسم نفسه. يبقى الخطاب الديني اللي جاي يقول لنا في حرب ضد الإسلام ومعركة ضد الإسلام وإحنا نتصدى لمن يقف في مواجهة الإسلام، إيه ده؟ إيه اللغة دي؟ دي لغة مسؤولين ولا لغة ناس بتعمل فتن في المجتمع؟ ربنا بيقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سيبوا الدين لله، ما دام الدين لله مش لك يا جماعة، ولا لك يا طائفة، ولا لك يا مؤسسة، ولا لك يا ولا يا دولة حتى. انت مش من حقك يا دولة تتدخلي في دين، الدين ده حق الفرد بين العبد ومن ربه. عشان كده بنقول: يا ولادنا عارفين معركتكم الحقيقة فين؟
معركتكم الحقيقيه مش في الدين، الدين مبناه المسامحه، معركتكم الحقيقيه في الاعمار، في التنميه. تحاربوا مين؟ تحاربوا الفقر. تحاربوا مين؟ تحاربوا الجهل. تحاربوا مين؟ تحاربوا المرض. تحاربوا مين؟ تحاربوا الادمان. تحاربوا مين؟ تحاربوا الفشل. تحاربوا مين؟ تحاربوا الظلم. لكن تقولوا معركة دينية؟ ازاي؟ هو انشاكم من ارض واستعمركم فيها. اسأل نفسك يا انسان، هتقابل ربنا. جبت لولادك كم شقة؟ زرعت كم فدان؟ شغلت كم ايد عطلة؟ هو ده اللي تفتخر بيه يوم لقاء الله، لانك خدمت خلق الله. لكن لو قصرت في الصلاة والصوم، تبت لك يا رب، ربنا ممكن يقبل توبتك، لكن مش هيقبل عدم عملك في الأرض. هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. يا ولادنا ضحكوا علينا بمعركة زائفة وكاذبة وخادعة اسمها معركة الدين، انشغلنا فيها عن إعمار مصر وعن رفع مستوى معيشة المصريين. فاللي احنا فشلنا فيه انتم ما تفشلوش فيه. الامل فيكم يا ولادنا، ركزوا في الاعمار، في البناء، في التنمية، في الاصلاح، في التواد والتراحم بين كل المصريين، وسيبوا امر الدين لله اللي قالنا كده: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون. وقال في موضوع الدين: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا مالهم، ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، ان الله على كل شيء شهيد. دخلك ايه يا فضولي ويا وصي يا ديني يا طائفي اللي عايز تحولنا لحرب اهليه؟ لا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. موعدنا إن شاء الله في الجمعة الجاية مع رسالة أخرى من رسائلنا الأخلاقية والجامعة لحياة الإنسان وإعماره. وليكم تحياتي وتحيات فريق العمل، ونلتقي وانتم في أحسن حال.